حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكه فبلغه عن صفيه بنت ابي عبيد شده وجع فاسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمه جمع بينهما ثم قال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير اخر المغرب وجمع بينهما